ايه يا صلاح؟ لسه في القاهرة، مش هرجع دلوقتي يا صلاح. والله يا صلاح ما هرجع غير لما الاقيها. طب يا صلاح، يا صلاح اقفل دلوقتي وسيبني شوف انا هعمل ايه. اقفل دلوقتي وسيبني انا اشوف انا هعمل ايه. يلا سلام. هي قالت لك انها خايفه تيجي تزورني؟ ايوه، وخايفه كمان تيجي لانت تضربها. اضربها؟ انت جايه ليه؟ اصل هي قالت لي اقول لك انها مش هتقدر تزور عمتك تاني ولا عمتي تزور. مين؟ انت بتهزري؟ انا معرفش حاجه، هي اللي قالت لي اقول لك كده. قولي. وقالت لي كمان ان هي عندها بسبوسه من اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن. قولي تاني. في توم بتقول لك ان هي عندها طبق كبير من البسبوسه الحلوه اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن، وبتقول لك كمان ان هي اخدته من انسي، وهي دلوقتي محتاره ومش عارفه توديه فين او تديه لمين. يا نهار ابوك اسود يا فتون، يا نهار ابوك اسود. يا عم انسي، يا عم انسي. أنا تمام. فهمني بس، أنت هتفضل حابسني زي الفار كده كتير؟ أنا من صباحية ربنا على لحم معدتي وعلى لحم دماغي، لا عارف أنزل أجيب أكل ولا عارف أنزل أجيب سجاير. يا ريتك يا ابني سرقة مني قميص. أنا متعور في كتير. يعني لو ما خدتهمش لحم من جدتكوا احبسك بيهم 25 سنه ومحدش يسالني في حاجه. طب ممكن موزه؟ هتعمل بيها ايه؟ جعان ما اكلتش حاجه. خد موزه. طب والنبي يا عم انس، انا مش عايزك تزعل بس يعني برضو اكلت الموزه. شد ده، انا هشبعك موز. دقيت على باب ابو شكله زباله وطي. كده انت لسه ما غيرتيش؟ ما تغيري هدومك يا بنتي. مش عايزه اغير. هو ايه الهبل والعبط ده؟ هو مش انت اللي قلتي انك بايته ثلاث ايام في الشارع باللبس ده؟ مش عايزه اغير، انا حر. لا ما هو انا كده بقى هبتدي اقلق. انتي بطريقتك دي محسساني انك هتفتحي الباب وتجري تهربي. فتون فهميني كده بالراحه اول الحكايه واخرها، عشان انا لما روحت لعلي قلت له الصيني اللي انتي بعتيه معايا بصراحه كان بيتشال ويتهبد، وكنت حاسه انه هينط يجيبني من زماره رقبتي، وبرده ما رسانيش على حاجه. ولا انا هرسكي على حاجه، اديكي رحتي وخلاص. فتون هو انا لو قلت لك ان انا مش عايزاكي تقعدي معايا هنا عشان انا قلقانه من اللي وراكي ومصايبك اللي ما بتخلصش، هو انا كده ابقى غلطانه؟ طب والنعمه الشريفه، انا عمري ما عملت حاجه غلط. تبنا الى الله. يوم ما اتجوزت استنى استنى. مين؟ طبنا مين يا اختي؟ يعني في حاجات وحاجات يعني. مهم يا اختي، انا هفضل قاعده لحد ما علي يكلمني في التليفون. لا هروح ولا حاجه ولا حد هيعرف اني هنا. خلاص؟ برضه مش مصدقاك يا فتون. يا بنت بقول لك لما رحت لجوزك كان خلاص هينط في كرشه وهيجيب رقبتي ويقتلني. بص يا فتون، انا بصراحه زهقت من مشاكلك. من الاخر خدي الفلوس اللي انت اديتيها لي وامشي كمان، مش عايز اشوفك تاني. طب اديني الشريحه بتاعت التليفون
حطها في تليفوني، واول ما علي يكلمني هديك الشريحه وامشي. لا والله هبل انا يا بت، يعني اديكي تليفوني واتقطع انا عن الدنيا واخرب مصالحي عشان ايه؟ عشان عيونك ولا ايه؟ انا عارفاكي هتفضلي تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لحد ما تعرفي الموضوع. انا اقول لك على الموضوع يا اختي، اصل انا معايا تمثال دهب وعاوزه ابيعه. هبتي يا بنت اللعيبه، البسبوسه الحلوه. طب والله كنت عارفه. طب ولو بعته بقى البنت هديكي قرشين حلوين يرستقوكي سنه بحالها. طب بامانه كده سرقتي مني؟ خراسي الا سرقه دي، دي عمولتي في صفقة كبيرة. طب بالنسبة لنصيبي في عمولة الصفقة الكبيرة لما تتباع كيف؟ مش لما بقى تنيل أبيعه؟ ها هتقعديني ولا أقوم أمشي؟ ترزعي هتقعدي وهتاكلي يا أختي وهتشربي أحلى كوباية شاي. ربنا يستر عمرك ونصحك يا الله. هاي يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمنا. انا شايف ان مفيش اي مشكله خالص، عضويا هي سليمه. سليمه ازاي يا دكتور؟ يعني معنى كده ان هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده، واضح ان عندها مشكله نفسيه. الكلام اللي انتوا بتقولوه بياكد كلامي، انصحكم تعرضوها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هي مش عاقله؟ ايه يا مها، ايه مع الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا تعالى. بالراحه، اهدى على نفسك شويه يا علي. اللي انت بتعمله دوت مش هينفع اللي بره، وهيضرك ويأذيك وهيخليك مش هتعرف تفكر. صحيح انا عايز افكر. حلو، هتفكر في ايه بقى؟ ان انت ممكن وانت قاعد هنا وببساطه قوي تسند اللي انت عايز تسنده بره بالتليفون. صحيح. عايز تليفون؟ اعتبره حصل يا اخويا. قال كمال انزل شوف لي مين نبطش النهارده بسرعه. فتون؟ ايه ده؟ فتون انت يا بنتي؟ اه علي على التليفون، قومي انت علي. مقتولة؟ علي 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 انت لو بتحسيش انت نايمة وانا هتجنن هنا؟ انت عارفة عملت ايه؟ انت عارفة لو انسي مسكك هيعمل فيكي ايه؟ رجع الحاجة بتاعت انسي يا فتون. مش هيحصل يا علي. بقولك ايه يا اختي؟ سكة بقى شوية كده، عايزة اتكلم انا وجوزي في حاجات ما ينفعش حد يسمعها. سكة في بيتي؟ ده ايه الفجر ده؟ ايوه يا علي، اللي حصل حصل بقى. والهيروين معايا. انت مجنونة وغبية. اه انا غلطانة وبنت ستينجر، بس هعمل ايه يعني؟ ما اقدرش ارجع لانسي بعد اللي عملته فيه. امال راشد فين؟ راشد معايا، شيلوني البضاعه وركبوني قطر اسكندريه وانا هربت في رمسيس. راشد ده المفروض ان انا اللي مسؤوله منه. الله، بس انا ما اقدرش عليه، ده قاتل اتنين. قول لي علي، هو انت يعني عندك سكه تبيع بيها البضاعه ولا ادور انا على سكه؟ معي. يا تونة يا حبيبتي، أنا خايف عليكي، والكلام اللي هقوله هو اللي هيمشي. البضاعة اللي أقولك اتمسمري عندي غنوة، ما تتحركيش إلا لما أكلمك تاني. أيوه كده، هو ده الدكر بتاعي. أيوه حسسني إنك خايف عليا. مش من أول المكالمة دب 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 مفيش ازيك، وحشتوني يا تونة. يا تنتونة. ايه يا اخي؟
هو انا كنت بيتة في حضنك. وحشني كلامك يا علي. تونا عشان خاطري ما تتحركيش، فاهمة؟ عشان خاطري. لا يا اخويا، مش هتحرك من هنا ولا خطوة واحدة، قاعدة مستنية. سلام يا اخويا.